بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع رئيس التنفيذي للعملية بإدارة المنظومات الصديقة للبيئة لدفع توجيه الوحدات البحرية بترسانة هاينداي للصناعات الثقيلة باكونكوك سبل التعاون المشترك في مجال بناء السفن والوحدات البحرية المختلفة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين ترسانات وشركات هيئة قناة السويس وترسانة هاينداي للصناعات الثقيلة. جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية لرئيس هيئة قناة السويس بالترسانة بمدينة أولسون بكوريا الجنوبية. كما شملت الجولة التفقدية بترسانة هاينداي للصناعات الثقيلة أحواض بناء السفن ومصنع محركات السفن وقطاعات الجودة والأمن الصناعي وغيرها. في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة، عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير لقاء موسعا مع وفد استثماري ضم مسؤولي شركة البتروكيماويات القابضة النمساوية وشركة دارسولفاكا التشيكية. واستعرض اللقاء خطة الشركتين لإنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر، والذي سيفي باحتياجات السوق المحلي وتصدير 80% من إنتاجه لأسواق دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وقارة أفريقيا. وقال الوزير إن استثمارات المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 160 مليون دولار. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات، وذلك بسبب تراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 32% ليصل إلى 88 دولار و10 سنتات للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 53% إلى 82 دولار و92 سنت. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 69% لتصل إلى $2.56 سنت للتر. كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل $1.73 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج بالتزامن مع اشتداد القصف الإسرائيلي على شتى أنحاء قطاع غزة، ووسط تعليمات من جيش الاحتلال بعمليات إجلاء جديدة في شمال القطاع. وخسر المؤشر السعودي 1% وسط انخفاض أسعار النفط عن مستويات لذروة بلغتها في الآونة الأخيرة. ووصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي. وهبط مؤشر أبو ظبي 1% بنهاية جلسة التداول اليوم، وخسر المؤشر القطري 5% من قيمته. لم يطرأ على الأسهم الأوروبية تغيرا يذكر خلال التعاملات، حيث عوضت مكاسب أسهم شركات التكنولوجيا خسائر البنوك مع تقييم المستثمرين لأثر التجديد النقدي على أداء الشركات ونتائجها المالية. ارتفع المؤشر ستوكس الأوروبي قليلا بنسبة 1% وحام حول أعلى مستوى في أسبوع مع صعود قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.4% وانخفاض قطاع البنوك بنسبة 9% مما حد من مكاسب الأسهم الأوروبية. في وول ستريت ارتفعت المؤشرات الرئيسة بالأسهم الأمريكية خلال التعاملات مع تلقيها دعما من تقارير الأرباح المتفائلة من قطاعات أخرى. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 13% وزاد المؤشر ستاندرد أند بوز بنسبة 28%، وربح المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 69%.